اوكي. المكونات بتاعتنا سجق، بطاطس مسلوقه نص سلقه، جزر، بصل، طماطم، ثوم، بهارات. تمام. عندنا السجق ممكن نحطه من غير ماده دهنيه او بماده دهنيه، علشان لو هو من غير ماده دهنيه بنسيبه على نار هاديه في طاسه غير لاصقه ونشتغل بيها، بس عشان وقتنا في البرنامج النهارده حطينا ماده دهنيه. تحطوا زيت، تحطوا سمنه، المتوفر عندكم. ماشي. هو بينزل ماده دهنيه لوحده، يعني هو مش محتاجه، بس احنا علشان الوقت بتاعنا فهنحط ماده دهنيه يشوحه بسرعه. لكن في العادي حطوه على نار هاديه، هو هينزل الماده الدهنيه بتاعته وخلاص، احنا مش محتاجين. بس اهم حاجه يكون الطاسه غير لاصقه. تمام. واحنا المقادير ورقه السجق قدام حضراتكم على الشاشه، والشيف بتعمل لنا النهارده يعني الطاسه. هو مش بياخد وقت، هو بتشوح بس، لان كمان بيخش الفرن بعد كده بعد الخطوات اللي احنا هنعملها. وكان شايف انك عامله معاه خضار. طب والتسويه بتاعت الخضار يعني الجزر والحاجات هتستوي؟ عندنا البطاطس هي اكتر حاجه بتاخد سوا، فاحنا بنسلقها نص سلق. الجزر ما بياخدش سوا، الطماطم مش هتاخد سوا، البصل بتاعنا بمجرد بنشوحه مع الثومه فقط لا غير. يعني احنا البطاطس بنبقى سلقينها نص سلق قبلها، بنبقى غسلينها كويس وبالقشر بتاعها، ونسلقها بالقشر بتاعها علشان ما تبقاش فيها ميه، يعني بلاش نقطعها ونسلقها. ايوه. يعني نسلقها كامله ونقطعها لما تطلع. ايوه. بعد ما بتسلق بالقشر بتاعها نقشرها ونبتدي نقطعها مكعبات. طيب حلو قوي. هو مجرد اول ما بيشم النار تلاقوه بصوا بيتمسك كده في نفسه كده. هو السجق بيبقى متبل، هو ده عادي ان انا احط توابل ولا مش؟ بص احنا هنحط توابل علشان الخضار، لكن السجق هو فيه توابل، فاحنا هنحط توابل علشان الخضار فقط لا غير. يعني بس تبقى بكميات اقل شويه. كميات قليله تظبط التيست بس. ايوه. اوكي. الحاجه الثانيه، الاكله الجميله دي تنفع تحطي اي اكله، يعني اي خضار فيها. ممكن لو بتحبي الكوسه حطي، بتحب الفلفل حطي، يعني بس اساسي عندنا البصل، الطماطم، البطاطس والثوم. والثوم بتحط الاثنين مع بعض، بصل وثوم. هو السجق في الاكلات بتبقى جميل جدا، لان هو في توابل مخليه بيبقى طعمه حلو جدا في الاكله دي. هنطلعه. يعني هو بياخد تشويحة الأول. أيوة. وبعدين بنحمر باقي الحاجات. أو لو إحنا ما حطيناش مادة دهنية، لقوا في الوقت دوت بعد ما شوحناه على نار هادية في مادة الدهون بتاعت السجق. تمام. هنبتدي نحط البصل بتاعنا في نفس الطاسة، بننزل باقي الحاجات. هنبتدي نقلبها. جميل. مجرد يتشوح بس. نحط معلقه كبيره ثوم. هما الاثنين بيعملوا ريحه قويه جدا مع بعض. الريحه بتاعته كفيله ان احنا يعني نبقى جعانين لحد ما تخلص. حلوه قوي. يبقى اول حاجه التحمير او زي كده تشويحه للسجق، وبعدين في نفس يعني زي السمن بتاع السجق نفسه نزلتي بالبصل والثوم. تمام. تمام. حلو قوي. بس مجرد ان هو يتبل ياخد لون كده بسيط، نبتدي نحط البطاطس بتاعتنا. تمام. الشيف النهارده في يعني زي في ورقه السجق قالت لنا الاول حاجه السجق، الخضار اللي هتستخدمه معاه بصل وثوم وبطاطس وجزر، والبطاطس بتكون اخده نص سلقه الاول، لان الشيف قالت لنا ان هي بتاخد وقت شويه في التسويه. اهم حاجه في البطاطس لما تيجي تتسلق بقشرها، علشان لو اتقشرت الاول وسلقناها تبقى كلها ميه، مش هتعرفوا تستوي مع الاكل في الاخر، هتلاقوها مهريه.
ايوه لازم القشره بتحميها. لازم تتسلق بالقرش بتاعها. هو في بطاطس بتبقى سلق وفي بطاطس بتبقى تحمير، ولا ينفع ان انا اسلق عادي، عادي اي نوع؟ في الحاجات اللي بتخش الفرن عادي ممكن تستعملي اي حاجه. هنحط الجزر بتاعنا زي ما قلنا. عايزين اي خضار بتحبوه حطوه. يعني ينفع الكوسة؟ نحط فلفل الرومي، ينفع نحط اي حاجه احنا عايزينها. اوكي هنحط البطاطس. كل ده استخدمتي بس الدهون اصلا اللي نازله من السجق، ما حطيتيش اي حاجه زياده. الطماطم عندنا بتكون شايلين القلب ومتقطعه بالشكل ده. تمام، شايلين القلب عشان ما ينزلش ميه. طيب تمام. الالوان والريحه مخليه الحاجه جميله. عندنا التوابل بتاعتنا: بهارات لحمه، فلفل اسود، رشه جوز الطيب، ملح. الملح ما نكترش لان الملح السجق فيه ملح، وكمان لما بندخل الحاجه في الفرن الحاجه بتملح اكتر فما بنزودش الملح معانا لما بتندمج مع بعضها. يعني هنحط التوابل بتاعتنا. التوابل هنا محطوطه مش علشان السجق والاكله، لا الخضار. محطوطه عشان الخضار. عشان كده حطيتيها مع الخضار مش معاها كلها. طيب اوكي، يبقى كده البطاطس والجزر والطماطم مع البصل والثوم، والشيف حطت البهارات ملح وفلفل وبهارات لحمه وجوز الطيب، وتبلت بيهم الخضار لان السجق هو في الخضار يعني التوابل بتاعته بعد التشويح. هنرجع السجق بتاعنا والصوص الجميل بتاعه. حلو قوي. ينفع نستخدم زي ما قلت يا شيف اي خضار احنا عايزينه او اي الوان بقى تانية عايزين نضيفها مع الالوان دي؟ ممكن اضيف لون اخضر كمان. فلفل الالوان حطي. عايزه تحطي فلفل اخضر بس حطي. حطي كوسه بتحبيها حطيها حسب رغبتك في الخضار وبتحبي ايه في الاكله دي. يعني جميله يعني لينا الحريه. عارفه الحاجه اللي هي بتتاقلم مع كل حاجه هي الاكله دي. حلوه قوي، هي ريحتها تحفه اساسا والوانها جميله وتفتح النفس كده. يعني احنا دلوقتي الشيف عمل لنا ورقه السجق، هنسيبها شويه على النار ونخرج لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا. النهارده بيسعدنا وبينورنا في ركن المطبخ شيف استر زكي، عملت لنا ورقه السجق بالخضار. اول حاجه شوحت السجق، بعد كده قالت لنا الخضار اللي هنستخدمه: جزر وبصل وبطاطس مسلوقه نص سلقه، والبصل مع التشويح عليه ثوم، وحطت التوابل وطلع بالشكل اللي حضراتكم شفتوه. ايه الدنيا يا شيف؟ احنا بنجيب الطاجن عندنا ورقه فويل بالشكل ده، ونجيب ورقه الزبده ونحطها هنا في الكار. تمام، يعني احنا بعد ما الحاجه كلها تندمج مع بعضها على النار وتاخد تسويتها هتدخل الفرن. هنحطها كده. تمام، تسويها. كل ده يا شيف ما حطيتيش اي حاجه سايله او زبده او سمنه او اي حاجه؟ ممكن احنا يعني قلنا ان احنا لو مستعجلين نحط ماده دهنيه، اي ماده دهنيه متوفره عندك لو مستعجلين في التشويح. يعني في سمنه ممكن، زيت ممكن، لكن لو مش مستعجله بتحطيها في طاسه غير لاصقه وتسيبيها على نار هاديه، هتنزل الدهون بتاعتها وتبتدي تعملي بقيه الخطوات. حلو قوي. خلاص احنا بنقفلها كده. بتدخل تكمل تسويتها في الفرن، تقعد قد ايه يا شيف؟ هتقعد من 10 دقايق لربع ساعه. تمام،
هي الطماطم جوه ممكن تنزل ميه شويه صح؟ آه ده لو آه لو فيها القلب هتنزل هندخلها على درجه 200 في الرف الاوسط، هتاخد من 10 دقايق لربع ساعه.